كاملين أكيد بآخر فقرة من صباحنا لليوم. أكيد فرح، اليوم رح نحكي عن مشكلة يمكن بيعاني منها كمان اللي كتير بحياتهم اليومية، اللي هي مشكلة القلق. كتير مننا ممكن يتعرض لحالات معينة تدعي أنه نحن نقلق عليها، ولكن هذا القلق ممكن يزيد بالمحيط، وحتى ممكن نقلق على بعض الأشخاص فنمارس بعض التصرفات تأذيهم بدل ما هي تفيدهم. إيمت بيكون في خط فيصل بين التصرفات الطبيعية بسلوكنا وبين القلق اللي بيصنف مرضي أو هو اضطراب بالسلوك؟ كل هاي التفاصيل اللي حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم الدكتور حكم دياب، اختصاصي نفسي. سعد أوقاتك دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلين، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. لما اليوم نحكي عن اضطراب أو حتى قلق، ممكن نلاقي قسم كبير من الناس عندهم هذا الشيء مع اختلاف نسبته وأسبابه وغيره. أنت بيكون القلق بالمستوى الطبيعي، وأمتى بنقول نحن دخلنا بمرحلة الاضطراب وفعلا لازمنا علاج؟ هلا القلق هو من المشاعر الإنسانية الطبيعية والضرورية والمحفزة للإنجاز عند الإنسان. دائما أنا عندي فحص، أنا عندي مقابلة عمل، أنا عندي مهمة معينة بدي إنجزها، لازم شيء درجة من القلق تتواجد عندي لحتى أكون قادر على إنجاز هذا العمل. إمتى بيوصل للاضطراب؟ بنقول عليه اضطراب لما حالة التوتر هي موجودة بدون أي سبب خارجي، بدون أي استثارة خارجية، مستمر لمدة 6 أشهر متواصلة، مترافقة مع أعراض تانية من اضطراب النوم، اضطراب التركيز، فرط استثارة نفسية، يعني بصير عصبي كتير أنا، عدم استقرار حركي، يعني ما عاد اقدر اقعد انا بمكان معين لفتره طويله، رايح جاي تلاقي عود كن، يعني ما عاد يقدر يقعد بمحل معين. هي فيها بالاضافه للاضطراب الاجتماعي والاضطراب المهني، كل جوانب الحياه بتضطرب، علاقاته الاجتماعيه، علاقاته العائليه، اداؤه بينخفض، اداؤه الفكري بينخفض، حتى القوه الجسديه تبعه بتنخفض. طيب دكتور، حضرتك هلا اعطيتنا هيك وصف مبدئي اللي هي فينا نقول مؤشرات لنقول انه هذا الشخص مصاب بالقلق، ولكن قلت بتستمر لتقريبا 6 شهور وما فوق. ففي اشخاص بالحياه بنسمع منهم كلمات انا بعد ما صار معي هيك ما عاد اقدر، صرت اقلق من كذا وكذا وكذا وكذا. هي رده الفعل طبيعيه؟ رده فعلنا على اي صدمه ممكن نتعرض لها لايمتى بتستمر وبتضلها طبيعيه، وايمتى بنقول لا رده هالفعل ما عادت طبيعيه، خلص المسبب زال أو انحلت المشكلة؟ طيب هون بتعتمد على عاملين، قوة الصدمة، يعني قوة المسبب هذا الشيء، والتاني شيء التربية النفسية اللي عند هذا الشخص، الاستعداد النفسي اللي عند هذا الشخص. هون بتختلف، ممكن الأمور تزول بعد فترة أيام أسابيع عند بعض الأشخاص، وممكن بعض الأشخاص تستمر لأشهر أو لسنوات، وأشخاص آخرين هالصدمة هي تسبب لهم اضطراب القلق ويصير يعانوا من اضطراب القلق. هون بيكون في استعداد نفسي، هنن عندهم تربتهم النفسية تربية قلقة، أو نلاقي بالقصة العائلية عندهم في مشاكل نفسية بس ما معلن عنها. دكتور، كيف منبلش نحن بمرحلة العلاج في حال كان الشخص متقبل انه هو فعلا عنده مشكلة وبحاجة الى حل، وفي حال رفض الواقع؟ واغلب يمكن المشاكل النفسية بيكون صاحب المشكلة هو رافض فعلا الاعتراف بوجودها. هلا اذا رافض هون كثير صعب التداخل، لانه اذا ماله هو طلب المساعده رح تستمر معاناته، رح تستمر معاناه اللي حواليه، رح يستمر التراجع المهني وبكل جوانب الحياه 360 درجه. اذا هو طالب المساعده بدنا نفحصه اول شيء، هل هالقلق له عامل جسدي؟ يعني في مشكله عضويه مسببه للقلق بالاصل؟ صحيح هو بيقول لنا في سبب، بس كمان نحن بدنا نعمل فحص عضوي، مو راسا نتجه للعلاج النفسي بشكل اساسي، بدنا نعمل تحاليل شامله، بدنا نعمل فحص عضوي شامل، فحص عصبي شامل. ما في مشكله عضويه او مشكله عصبيه مسببه لهالقلق، وما في سوء استخدام مواد، يعني في الادمان بين قوسين، في ناس بيستخدموا مواد معينه كحوليات او 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 بتسبب اضطرابات نفسيه، اقلها هي القلق طبعا. هذا ما في مشاكل عضويه، ما في سوء استخدام مواد بين قوسين الادمان، بنبدا نعالج القلق، بنبدا نعالجه حسب درجه القلق هذا.
بالدرجات الخفيفة ممكن نلجأ لتقنيات تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء. هي ممكن تجيب نتيجة دكتور؟ ممكن تجيب نتيجة في حال وجود بيئة اجتماعية وبيئة عائلية داعمة وغير هي مسببة للقلق. نلاقي مثلا عائلات نقول عندهم التعبير العاطفي عندهم عالي، دائما صوتهم عالي، انفعالاتهم عالية، انفعالاتهم سريعة، بيضحكوا بسرعة، بيزعلوا بسرعة، بيفرحوا بسرعة. هاي بيئة، هاي هلأ هون ما تندرج ضمن الصح والغلط، هن طبيعتهم هيك. بس إذا وجد شخص مصاب بالقلق ضمن البيئة ذات التعبير العاطفي المرتفع اللي قلناها، هي بيئة غير داعمة له، فممكن تزيد مشكلة القلق عنده، لأن الصوت العالي، ردات الفعل السريعة، ردات الفعل الحدية بتزيد القلق عنده. فإذا ما كانت البيئة العائلية والبيئة الاجتماعية داعمة له وهو كان متعاون معنا، ممكن نلجأ نعالجه بالأساليب الاسترخاء وأساليب التنفس. ما استمر هذا الشيء، نتعمق لأساليب سلوكية ومعرفية أكثر. ما استفادت ولاحظنا في تراجع عائلي، تراجع دراسي، تراجع مهني، اضطربت العلاقة بين الزوجين، في مشاكل صارت بالشغل عندهم، نلجأ للعلاج الدوائي. علاج الدوائي لما بنلجأ له ممكن لازم يستمر لفترة بين 6 إلى 9 أشهر إلى سنة على الأقل. مو أنا أول ما تحسنت خلاص بترك الدواء وبترك العلاج وبترك مراجعات الطبيب، لا، هون بنرجع بننكوس. وما رح نستمر بالنهاية كمان، من نقطة تانية، ما رح استمر على العلاج الدوائي لطول عمري. والنقطة الأهم، هذا العلاج الدوائي ما راح يسبب لي إدمان مثل الصيغة الشائعة هالقصص هي، بس أنا المهم استعيد قدراتي، استعيد إنتاجيتي، استعيد علاقتي بعائلتي، علاقتي بمجتمعي، علاقتي بدراستي، علاقتي باللي حوالي، علاقتي بجسدي. القلق تلاقيه بيبدأ بعد فترة، بيبدأ في شحوب، غرور بالعينين، بيبدأ ينحف، بيبدأ ضعف جسدي، بيبدأ تساقط الشعر، بيبدأ جفاف بالفم، تبدأ اضطرابات هضمية، تبدأ العضلات بجسمه تشد، تلاقي عضلات بين الأضلاع بتشد. هون يفكر أنه عنده نوبة قلبية، يعني إلا العضلات الوربية، نفس أعراض تشير هون عند القلقين بتصير بسبب تعصيب 80%. الله يبعد كل القلق والاضطرابات دكتور. يعني هي الظروف صعبة أكيد، كمان الشخص لازم يكون قوي ومحصن نفسيا وأكيد يكون واعي. أكيد دكتور، قبل ما نختم بس بخصوص شغلة كتير يمكن بتتردد مع العالم، إنه كتير ناس بتمر بمواقف وهي بتحس إنه هي تعبانة نفسيا بس لسه لهلأ بتخاف تروح لعند معالج نفسي أو طبيب نفسي. شو هيك وصفة بسيطة إذا فينا نقول للشخص يقدر يريح نفسه إذا هو ما قدران يروح للطبيب؟ هلأ كلنا منمر بهالحالة، مشان هيك لازم يكون في عنا الإنسان الداعم لنا. يعني مثلا أنا إلي صديق، أنا هذا الصديق ما رح أطلب منه لما يحل لي مشاكلي، حالة تفريغ عاطفي منقول عليه. يعني أنا بقعد معك بحكي لك الشيء اللي متضايق منه برتاح، خلاص أنا ما عم بطلب منك تحلي لي إياها. إذا وجد هذا الشخص بحياته بيكون كتير منيح. إذا ما موجود هذا لظرف أو لآخر أو وما أكثر الظروف حاليا، ممكن يلجأ لما بس هن بالعموم أنه أنا إذا رحت عند معالج أو أخصائي رح يكتب لي الدواء، الدواء رح يسبب لي إدمان، رح أعلق منفوت بهالدائرة الوهمية المعيبة تبع للأسف. شكرا لك دكتور وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك.